شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بعين، وأتامر الجيوش من الهندسة الإذاعية، ونستمر معكم حتى الخامسة بإذن الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان أنا عندي مواليد 52، يبقى 67 سنة. أين سنة كنت عرباجي، من ساعة ما بقتش عرباجي أنا شغال قهواجي. بقالي 40 سنة في الشغلة ديت، معامل اللي أنا عشان خاطر ولا بناخد معاش ولا بناخد أي حاجة من الحكومة بتاعتنا. المفروض أنا ليا معاش وليا تأمينات، متأمن عليا أيام البوسطة. كان البوسطة بملين، كنت بروح أطبعها وأوديها البوسطة. النهاردة مفيش الكلام ده، أروح عشان خاطر أعمل تأمينات، بيقولوا سنك ما يسمحش. من مواليد 52 لحد دلوقتي ما قبضتش ولا معاش ده ولا معاش دوت. وإحنا أهو عندنا ربنا خلينا سعادة الرئيس السيسي. ربنا يكرمه لنا ونشوف هيعمل ايه معانا بقى في الناس الكبيره العواجيز ديت. انا بقى خلي بالك انا واخد شقه قاعد مع بنتي ب 400 جنيه في الشهر، غير مصاريف العيال ووجع القلب العيال. عندي 3 بنات وعندي ولد واحد بس، مهندس جامعه العماليه، وثلاث بنات برضه متخرجين ومعاهم شهاداتهم 100 100، والحمد لله رب العالمين. انا مش مخلي حد من عيالي محتاج اي حاجه. ربنا يديك الصحه. يا رب. والحمد لله رب العالمين. واحنا برضه عشان خاطر يعني احنا واقفين في الحته ديت عشان خاطر برضه ربنا يكرمنا ونخلي الحكومه بتاعتنا تخلي بالنا، احنا ولا بنأذي حد ولا حد بيأذينا. احنا عاوزين نقعد هنا كويسين في قلب المنطقه هنا بعد بتاعتنا. ايوه يا عم الحمد، احنا يا ريت يرخصوها لنا ولا احنا ما اسرائيل. قول اعمل خطاب يا بوك.